السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله كده احنا خدنا فصيلة سداسي قبل كده، بس معظمكم كان عنده شوية مشاكل في عشان انتم ما شفتوهاش في العملي او كده، فاحنا هنراجع عليها تاني وبإذن الله هنحطلكوا النهاردة الكويز، مش هخليه بوقت ولا حاجة، مجموعة من الأسئلة كده يا ريت كله يتفاعل ويحلها على المنصة، بعد يدخل على الموقع ويبدأ يجاوب على الأسئلة دي. تمام، احنا قلنا ان فصيلة السداسي بتختلف عن بقية الفصائل، ان عند المحول البلورية هنا في بقية الفصائل كان ال A و B و C و A و ألفا و بيتا و جاما، هنا اختلف ان المحاور بقى 4 محاور، ال A ال B بقى اسمه A2، خلاص ده مش مشاكل، وال C زي ما هو، ال A هو الأسهم من الاتنين بقى حاجة اسمها A1 و A3. تمام، بس بالنسبة لنا هيبقى ال A3 في الامام هو اللي نيجاتيف، على عكس ان كان دايما البوزيتيف بيبقى فين؟ في الامام، و A2 هي اللي بوزيتيف. طيب، وهما الثلاثه دول ال A1 و A2 و3 دايما متساويين، ليس هو السي، والسي ممكن يبقى اطول واقصر او اقصر، يعني زي بالظبط التتراجم، يعني ممكن يبقى اطول منهم او اقصر منهم، اهم حاجه ان الثلاثه دول مالهم متساويين. والالفا والبيتا بتساوي 90، انما الجاما مالها تساوي 120 درجه، دي اللي نسميهم ايه؟ نسميهم العناصر البلورية. طيب، في هنا قاعدة المفروض أعرفها، إن أنا عندي إن الميلر إنسيز، معاملات ميلر للـ A1 و A2 و A3 بيساوي صفر، يعني مجموعهم مع بعض كده بيساوي صفر، التلاتة الأفقيين دول. ليه؟ لأن في واحد هنا هيبقى سالب اللي هو A3 نيجاتيف، يعني ده لو واحد وده واحد ده لازم يبقى إيه؟ سالب اتنين، ده واحد ده صفر، ده يبقى إيه؟ سالب واحد، يعني مجموعهم التلاتة دول بإيه؟ بيساوي إيه؟ صفر. تمام، ماشي، دي بالنسبة للعناصر البلورية. طيب، عناصر التماثل، عند الرمز التماثل بتاعي أنا عندي محور تماثل دوراني سداسي وست محاور ثنائية، يعني كام محور كده؟ 7 محاور، 7 محاور و7 مستويات ومركز، 7 محاور و7 مستويات ومركز، 1 سداسي و6 ثنائي. الواحد السداسي ده هو اللي بينطبق على محور سي، الستة ثنائيين ثلاثة على الأجزاء ده، ثلاثة الـ A1 و A2 ثلاثة وثلاثة ما بينهم، والصفر موجود عندي اهو، ده الشكل ايه. طيب، نيجي بقى للأشكال. تمام، نيجي للأشكال الموجودة في فصيلة السداسي. أول شكل عندي البازل بنوكويد، وقلنا لأي بنوكويد عندي مكون وجهين، بيقطع أحد المحاور ووازي ثلاثة ايه؟ وازي الباقي، يعني في المحافل في التتراجونال او في الاورثومبيك كان بيوازي المحورين، هنا هيوازي الثلاثه الافقيين، البازل ده البازل بنوكويد هيقطع السي، ده اللي عند المحاور اهو، طبعا واحد وثلاثه بس بالنيجاتيف واثنين، ده اوبن فور اللي هو البازل بنوكويد مفتوح بشكل مفتوح اهو، بيقطع السي ووازي الثلاثه التانيين، يبقى ياخد ايه؟ ثلاث اصفار، واحد اللي هو الاي واحد واي ثلاثه واي اثنين واحد. طيب، هنا عشان اجيب وجه الوحدة لأي شكل تاني، ما عشان نبقى عارفين، أقرب للـ A3 نيجاتيف ثم الـ A1 ثم الـ A2، يعني أقرب لإيه؟ A3 ثم A1 ثم A2، ده بنسميه، وبعدين السي في الآخر، يبقى ده بنسميه ده وجه الوحدة. طيب، يبقى معامل ميلر للبازل بنوكيت ده بيقطع السي بوزن 3 إيه؟ تانيين، يبقى 3 0 1. طيب، تاني شكل بلوري هو الأشكال هنا بالظبط، تاني زي التتراجون بالظبط، نفس الاشكال بس بدل كلمه تتراجونال بنقول عليها اوكسجون، ويختلف عدد الاوجه فيها ومعاملات منها. عندي هنا نفس الفكره في التتراجونال، اللي انا عندي ان الايه ممكن يبقى عندي حاجه اسمها فيرست وسكند برضه، فانا عندي الهكساجونال بريزم زي ما كان في التتراجونال بالظبط، كان بيخرج من منتصف احرف، هنا برضه نفس الفكره، يخرج من منتصف الاحرف دي، ده شكل بلوري مفتوح مكون هنا من كام؟ 6 اوجه، يعني 3 و3، ده الوجه الوحده بتاعي اقرب لاي 3 ثم اي 1 ثم اي 2. طيب، اما يبقى فيرست واقرب لاي 3 واي 1 كده كده البريزم بيوازي السي، طيب وهو هنا يقطع الاي 3 ويقطع لاي 1 بنفس البتاع، يبقى واخد 1 0 اللي هو اي 2 هيبقى صفر لانه هيوازيه بالشكل ده كده اهو، بيوازيه والنفس على نفس المستوى، واي 3 ده يبقى بالسالب صفر. 1 0 سالب 1 0، لو جينا مجموع اي 1 و2 و3 تلاقي 1 وسالب وصفر وسالب 1 مجموعهم برضو بصفر، يبقى ده بالنسبه لي الايه؟ الفيرست اوردر هيكساجونال ايه؟
الهكساجونال فيرست اوردر بريزم، او فيرست اوردر هكساجونال بريزم. طيب السكند اوردر بالظبط ازاي؟ التتراجونال كان بيخرج من منتصف الاوجه. ده الشكل اهو، هيخرج بقى ايه، 3 من هنا من منتصف الوجه ده، ايه 2 من هنا، وواحد من منتصف الاوجه، والسي كده كده بيوازي السي. طيب هو برضو شكل برون مكون من ايه، من 6 اوجه، من 6 اوجه بتوازي السي. طيب نيجي بقى نشوف معامل اليوم. قلنا وجه الواحد اهو اللي هو قرب 3، يعني اي 3 دي هتبقى اكبر من اي 1 واي 2 لانها مقطعه مباشر، وده امتداد عن امتداد نفس الامتداد لان هي في منتصف المسافه، يبقى ده ياخد ايه 2، ده كده كده صفر، ده ياخد 2 اللي هو بالسالب، وده 1 1، يبقى معامل المربع بتاعي 1 1 سالب 2 0 1 1 سالب 2 0. ليه تاني؟ انه قطع الاي 3 مباشر، واي 1 واي 2 على امتداد ونفس الامتداد، فياخدوا نفس القيمه، وده اعلى منهم بدرجه، والسي بصفر. تمام اهو، دي السكند اوردر. الداي هكساجونال بريزم يعني لو جيت الوجه ده كل وجه من ده قسمته لاثنين هيديني شكل بلور مكون من كام؟ من 12 وجه. تمام. وجه الوحده بتاعي اهو اقرب للاي 3 ثم الاي 1 ثم الاي 2. معامل الاور بتاعي اقرب للاي 3 اكتر حاجه، كده كده بيوازي السي، اي 3 اقرب حاجه، ثم الاي 2 اقرب شويه، الاي 1 قصدي، والاي 2 ابعد من الاي 1، يبقى الاي 2 هتاخد اقل من الاي 1، وده ياخد اكتر، يبقى دي بقى 2، ده 2، ده 1، ده 3 بالسالب، وكده كده السي بصفر، يبقى 2 1 سالب 3 0. ده بالنسبه لايه؟ للداي هكساجونال بريزم. ماشي. طيب نيجي للبايبرم. الهكساجونال بايبرم فيرست اوردر بالظبط زي التتراجونال هناك. هيخرج منين؟ من منتصف الزوايا المجسمه. ده الشكل اهو، ال A 3 هيخرج من هنا، اهو ال A 1 وال A 2 وده ال C. ده شكل، هو شكل بلور مغلق مكون من 12 وجه، 6 فوق و6 تحت، ده وجه الوحده. اقرب ما يكون طبعا هو بيقطع السي، عشان الناس اللي بتقول تتكلم على السي المفروض ياخد زي ايه مباشر زي الاي 3، مش هتفرق كتير، هو الفكره ان هو بيقطع او يوازي بالسي، انما هي الفكره في الثلاثه دول وما ده الاختلاف بينهم يعني. تمام. فانا عندي هنا قطع الاي 3 وقطع الاي 1 ووازي اهو، بيوازي ايه ده؟ بيوازي ايه؟ الاثنين من وراه، يبقى هو بالنسبه لي 1 1 و1 وده بصفر. بالنسبه لي 1 0 سالب 1 1، 1 0 سالب 1 1. طيب طب السكند بيخرج من منتصف ايه؟ احرف. يبقى الاي 3 يخرج من هنا اهو، 2 من هنا، واي 1 من هنا، والسي. طيب ده كلوز، اقرب حاجه لاي 3، والاثنين دول نفس بيقطع على امتداد، والسي كده كده قاطع، يعني ممكن ياخد 2 او 1 مش هتفرق، بس احنا بنثبتها 1 على اساس قاطع او لا يعني. تمام. يبقى 1 1 سالب 2 1. طب لو جيت كل واحد من ده قسمته لاثنين هيديني ايه؟ ده هيكساجونال بايبر، ده كلوز تو 4، مكون منين؟ من 24 وجه، 12 فوق و12 تحت. وجه الوحده عندي اهو اقرب ليه؟ ليه اهو واقرب لاي 3 ثم الاي 1 ثم الاي 2 ثم السي. طيب ياخد اي 3 تاخد اكتر من اي 1، واي 1 ياخد اكتر من 2، يبقى ياخد 2 1 سالب 3 1. بدي الاشكال السبعه الموجوده، هي شبه التتراجونال بالظبط باختلاف عدد الاوجه ومعاملات ميلر بتاعها. طيب فين بقى دي؟ ده الجدول زي ما قلنا في الاشكال البلوريه بازل من الكويد الاكساجونال كلها وواجه الاوضح، ده المهم بالنسبه لي جدا اللي انا ابقى عارفه. طيب ناخد بقى شكل اشكال بلور. الناس اللي عايزه تشوف شكل البلور، ده بلوره هي مركبه مكونه من شكلين، ده الشكل الاولاني وده الشكل التاني. لازم اول حاجه اخرج ايه؟ محاول البلوري. عندي السي يخرج من هنا اهو، هنا اي 1، من هنا اي 3 نيجاتيف، من هنا الاي 2 بوزيتيف. دي محاول البلوري بتاعتي. طيب فين الاشكال البلوريه؟ عندي الشكل الاولاني ده مرسم، مرسوم ارسم وجه واحد بس اللي بيظهر منه اللي هو البازل بنكويد عشان مكون من وجهين. معاملات بتاعته اللي هي 0 0 0 1، دي معاملات ميلر بتاعته. لو انا بيقطع سي بيوازي الثلاثه ايه؟ التانيين. طيب الشكل ده مكون من 6 اوجه، 6 اوجه اللي هو شكل الايه؟ الهكساجونال بريزم اللي هو ده. طيب بيوازي السي، بدل بريزم يبقى بيوازي السي. تمام. طيب
وبيقطع الـ A1 ويقطع الـ A3 ويوازي الـ A2، يبقى ياخد 1 0 اللي هو A2 دي سالب 1 0 اللي هو hexagonal prism first order. hexagonal prism first order تمام. طيب لو كان خرجنا المحاول البلورية بالشكل ده كده، من هنا A3 بوزيتيف نيجاتيف قصدي، ومن هنا ال A1 بوزيتيف، ومن هنا من اهو A2 بوزيتيف، وسي زي ما هو، هنلاقي ان الوجه ده وجه الوحدة عندي. المعاملات هنا تبقى كام؟ ده هيبقى اكتر حاجة، هيبقى 2 واحد بالسالب، وال A1 و2 على امتداد، وده بصفر، يبقى 1 1 سالب 2 0 اللي هو الهكساجونال بريزم في سكند اوردر. تمام، يبقى ده على حسب تخرج المحاور بيختلف شكل الايه، او هل هو فيرست ولا سكند. طيب شكل زي ده، شكل بلوري مكون من كام؟ 6 و6 12، وشبه البيراميد ده خالص. يبقى ده شكل بلوري مغلق مكون من 12 وجه. نخرج المحاور، عندي ده سي بوزيتيف، لو خرجناها منتصف الزوايا مقسمه اهو، A1 بوزيتيف، من هنا A3 بوزيتيف نيجاتيف، هنا A2 بوزيتيف، ده وجه الوحدة عندي اهو. قطع ال A1 وال A3 والسي وازع ال A2، يبقى 1 0 سالب 1 1 اهو، اللي هو البايميريد فيرست اوردر. طيب لو قلنا هنخرج البتاع دي من منتصف احرف، يعني اللي هنا A3 نيجاتيف ومنتصف الحرف ده A2 بوزيتيف، منتصف الحرف ده A1 بوزيتيف، كده كده السي هيخرج من هنا برضو، وده وجه الوحدة، هيبقى أقرب ما يكون للـ A3 تمام، ويقطع الـ A1 والـ A2 على امتداد، وكده كده قطع السي، يبقى كام؟ 1 1 سالب 2 1 اللي هو السي. حد يقول لي برضه قطع السي مباشر ياخد 2، مش هتفرق في حاجة تمام. يبقى ده بالنسبة لي فيرست والسكند اوردر. طيب بلورة زي دي، البلورة ديت مكونة من مركبة، بلورة مركبة مكونة من شكلين، الشكل اللي فوق ده والشكل اللي ده اللي هو ده، واحد اتنين وواحد ظهر من هنا كده. طيب اخرج الاول المحاور سي اهي، ومن هنا A1، من هنا A3 نيجاتيف، ومن هنا A2 بوزيتيف. ناخد الشكل الاولاني ده، الشكل ده مكون من 12 وجه شبه البيبر. طيب بس عايز اعرف هو فيرست ولا سكند. اول هو قطع ال A1 وال A3 على نفس المسافه ده وده، يبقى ياخد 1 ويوازي ال A2، 1 0 سالب 1 1، ده اللي هو الايه، بايبيراميد فيرست، فيرست بايبيراميد تمام. طيب الشكل ده بقى شكل بلوري مكون من ايه؟ من شكل بلوري ده مكون من مرسوم هنا كام؟ 3، يعني هو 6، 6 اللي هو ايه؟ اللي هو البريزم. طيب البريزم ده بقى فيرست ولا سكند؟ ده وجه الوحدة بتاعه، قطع الـ A3 مباشر ده، والـ A1 والـ A2 هيبقوا على امتداد والسي بيوازيه، يبقى 1 ياخد 1 1 سالب 2 0 اللي هو الايه، الهكساجونال بريزم سكند اوردر. سكند بريزم ايه؟ سكند اوردر بريزم. هاي نشوف دوره ثانيه، دوره زي دي، الدوره ديت مركبه مكونه من ايه؟ مكونه من ثلاث اشكال، الشكل ده والشكل ده وبيته تحت هنا والشكل ده. طيب نيجي الاول نخرج المحاور، هنا السي بوزيتيف، اي 3 لو خرجتها بالشكل اي 1 قصدي بوزيتيف، اي 3 نيجاتيف، اي 2 بوزيتيف، لو انا خرجته بالشكل ده. نيجي نشوف بقى الاشكال، الشكل الاولاني ده بلور مكون من وجهين بيقطع السي بوزيتيف، التانيين هو البازل بينكويت 0 0 0 1 اهو. طيب الشكل ده شكل الورم مكون من ست اوجه، بيقطع الاي 1 والاي 3 دي
وبيوازي الاتنين أسرة اللي هو 1 0 سالب 1 1 صفر قصدي، اللي هو الهكساجونال بريزم فيرست اوردر. طب بالشكل ده مكون من 6 فوق و6 تحت ووراهم 6 تانية 12 واجب، برضه ده 12 واجب، واجب الوحدة بتاعه من هنا قاطع ال A 1 وقاطع ال A 3 ووزن 2 وقطع السي اللي هو 1 0 سالب 1 1 اللي هو فيرست اوردر باي بيرنت. بالشكل ده كده تمام. طب بالشكل ده شكل بلوري مكون من وجهين، الشكل بتاع البلوره دي مركبه مكونه من شكلين. لو خرجت طيب المحاور البلوريه اهو، ده سي بوزيتيف اي 3 اي 1 بوزيتيف اي 3 نيجاتيف اي 2 بوزيتيف. الشكل الاولاني ده بيقطع الاي 1 والاي 3، شكل مكون من 6 اوجه بيوازي السي يبقى بريزم. طيب فيرست ولا سكند؟ نشوف بقى، قطع الاي 1 والاي 3 على نفس المسافه ووازى اتنين، يبقى هو الفيرست اوردر بريزم 1 0 سالب 1 0 اهو. طب الشكل ده شكل بلوري مكون من 12 وجه، يبقى بيقطعوا السي ده الباي بيراميد. طب عايز اعرف هو فيرست ولا سكند؟ طيب نشوف علاقته بالمحاور دي اللي هو ده، هلاقي عندي ايه؟ ان هو قطع الاي 1 وبرده الاي 3 ووازى الاي 2 وقطع السي، يبقى 1 0 سالب 1 1، يبقى هو الفيرست اوردر برضو ايه باي بيراميد. طيب لو خرجت المحاور بشكل تاني على البلور دي، ادي السي بوزيتيف دي نفس البلور تمام، وخرجت من هنا اي 3 نيجاتيف ومن هنا اي 2 بوزيتيف ومن هنا اي 1 بوزيتيف، يبقى انا خرجتها منين؟ منتصف الاوجه هنا. طيب يبقى ده قلنا ده بريزم كان هنا، ما خرجنا من هنا كان بريزم فيرست اوردر وبعدين فيرست اوردر. نيجي نشوف هنا، لو خرج من هنا هيبقى اقرب ما يكون للاي 3 والاي 1 والاي 2 على امتداد وبوازي السي، يبقى 1 1 سالب 2 0 اللي هو يبقى السكند اوردر بريزم. طب لو شفنا الباي بيراميد هتلاقي هنا برضو اقرب للايه؟ للاي 3، وقطع الاي 1 والاي 2 على امتداد وقطع السي، يبقى 1 1 سالب 2 1 اللي هو ايه؟ السكند اوردر باي بيراميد تمام. يبقى على حسب تخرج المحاور بخبط على الشكل ده كده. طب شفنا البلوره دي بقى، هتلاقي هنا السي اقصر المحاور، ده عند السي هنا بقت ايه؟ اقصر المحاور البلورية، ده السي ده هنا اي 3 نيجاتيف ومن هنا اي 1 ومن هنا اللي هنا قصدي الاي 2 يا شباب بوزيتيف وهنا الاي 1 بوزيتيف، ده البذل بنوكية خلاص دي مطاطة شوية. وده ايه بقى؟ شكل بلوري مكون من 12 وجه بيقطع السي ويقطع الاي 1 والاي 3، يبقى 1 1 1 0 سالب 1 1 اللي هو ايه بقى؟ البايبرمت فيرست اوردر تمام. ده نفس البلوره اللي شفناها قبل كده بس هنا مالها السي اقصر المحاور. طيب شكل زي ده مكون من كام؟ 1 2 3 4 5 6 و6 12 24 وجه، يعني ده السي ده الاي 1 بوزيتيف ده اي 3 نيجاتيف ده من هنا الاي 2، ده وجه الوحده عندي اهو تمام. ده 24 وجه اللي هو داي هيكساجونال بايبرمت، بيقطع الـ A 3 مباشر و A 1 و A 2 على امتداد، بس الـ A 1 أقرب من الـ A 3 فياخد إيه؟ 2 1 سالب 3 1 بالنسبة لي تمام؟ تمام يبقى إحنا كده خدنا فصيلة الـ A الهكساجونال قلناها قبل كده وقلناها تاني أهوت، وشفنا شوية مجموعة من البلورات تمام؟ إن شاء الله تمام زي ما اتفقنا. هيبقى في كويز بسيط كده أحطه لكم، ومش هحاول احطه بوقت يعني مثلا الوقت ده هيبقى يوم مثلا او حاجه، الا هي طبعا غش براحتك ما فيش مشكله، بس انت هتغش بعد كده هتعمل ايه في الامتحان اخر السنه تمام. فيا ريت نراجع شويه يا شباب ونبص على الاسئله، ده حاجه زي تمرين يعني مش عليه درجات ولا حاجه دلوقتي، ما بعد درجات هبلغكم ان شاء الله، واشوفكم نتقابل بعد كده ان شاء الله على خير يا شباب.